مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم، بنرحب بيكم حلقه جديده من مصر. تشرفت ان انا اكون مع حضراتكم خلال الايام الماضيه الحد والاثنين والثلاث من داخل قطاع غزه في وسط اهلنا واشقائنا في القطاع اللي الحقيقه حوطونا بكل حب وبكل تقدير وبكل موده. ما لمسناش منهم الحقيقه غير ان احنا في بيتنا بالظبط، ما فيش اي شيء. كم الحب، كم الاعلام، كم الصور، سواء من الكبار او الشباب او الاطفال. وحاولنا ننقل لحضراتكم الصوره ونرصد لحضراتكم الصوره اللي كانت الحقيقه عفويه وكان فيها تلقائيه بشكل كبير، لدرجه ان كان في مجموعه من الشباب كانوا بيطلعوا على العمدان عشان ياخدوا الاعلام، فقلت لهم بتعملوا ايه؟ قالوا لي احنا عايزين علم، معاك علم؟ لما لقوني مصري. شباب تانيين ماشيين برضو على الكورنيش في غزه، بسالهم بهزر معاهم على العلم، فبرضو عايزين اعلام. قالوا لي يعني كنا عايزين اعلام تاني، قلنا لهم والله لو نعرف انكم عايزين اعلام كنا جبنا اعلام. عايز اقول لحضراتكم المحبة والتقدير للدور المصري في وقف اطلاق النار وحقن دماء اشقائنا في قطاع غزة بعد المعاناة اللي شافوها في ال11 يوم واللي احنا نقلناها لحضراتكم، سواء في البيوت اللي دمرت، العائلات للأسف اللي راح منها العشرات، يعني العائلة الخاصة بالمواطن علاء ابو العوف. شيء محزن وهو بيحكي لي عن اسرته وأسرة، عن بناته بنتينه، وبيحكي لي عن أخوه، وبيحكي لي عن أخته اللي توفت واستشهدت هي وأطفالها. كم الحقيقة من المعاناة هذا الرجل اللي أمام حضراتكم. والله أنا كنت بسمع كلامه وأنا بقول في عقل بالي، أنت إزاي واقف على رجلك؟ أنت إزاي قادر تتكلم؟ أنا ما كانش عندي رد غير أقوله ربنا يصبرك. وموقف الأستاذ المواطن الفلسطيني علاء أبو العوف زي عائلات تانية مجاورة ليه في نفس العمارة أو في العمارة حتى اللي بعدها فيها برضو 22 شهيد، شيء الحقيقة لما حضراتكم تشوفوه على أرض الواقع شيء صعب يتصدق، حقيقي شيء صعب يتصدق. المدارس اللي تم قصفها، مبنى وزارة الصحة اللي تم قصفه، المكان الخاص بمعمل PCR والتحاليل الخاصة بكورونا، مبنى أطباء بلا حدود، وزارة التضامن اللي تم قصفها، يعني الشؤون الاجتماعية، يعني شيء الحقيقة غريب غريب. كم معاناة غير طبيعي الحقيقة احنا رصدناها، ولكن يعني كم المحبة اللي أنا عايز أتكلم عليه، وأنا ممتن جدا وبشكر كل الناس اللي حتى والله حتى اليوم بيبعتوا لي على التليفون على الفيسبوك، فاكرين لسه موجود في القطاع، فبيقولوا تعالى وتشرفنا، تعالى زورنا في البيت، ده احنا بيوتنا موجوده، فاكرين ان احنا لسه موجودين كوفد اعلامي، فالناس فاتحه بيوتها لينا. فانا الحقيقه بتوجه لهم بكل الشكر، وده مش غريب على اشقائنا في القطاع. كذلك في ترحيب بالدور المصري والتواجد المصري في شوق، يعني احنا حسينا بالاشتياق لأهلنا في قطاع غزة، أو من أهلنا في قطاع غزة ومن شباب قطاع غزة لينا إحنا كإعلام مصري وكمصريين. شيء الحقيقة كان واضح وكان جلي جدا، وإن شاء الله يعني كان كل الكلام اللي بنسمعه منهم، إحنا مستنيينكم، محتاجين تكونوا معانا الفترة اللي جاية، محتاجين تساعدونا عشان نحسن أوضاعنا. فيهم حتى اللي كان بيهزر معايا يقول لي يعني عايزين نيجي معاكم على مصر، بقول لهم لا ان شاء الله هنا تبقى زي الفل، وهنا الامور كلها تبقى احسن مما كانت وزياده. عايز اقول لحضراتكم كم ما يعوله المواطن الغزاوي تحديدا على مصر هو كبير جدا، سواء في وقف اطلاق النار وتثبيت التهدئه، في ملف المصالحه الوطنيه الفلسطينيه، في الملف الخاص باعاده الاعمار. لما كنا بنتكلم على فكره قطعه الارض الخاصه باعاده الاعمار واللي هيتم فيها مشروع انشاء مشروع سكني، قد ايه كان في فرحه وفي تفاؤل، لان المواطن الغزاوي بيتابعنا، بيشوف المسلسلات بتاعتنا، بيشوف برامجنا، فكله اشتياق ان شاء الله. وباذن الله باذن الله مصر تكون سند وعون لاشقائنا في قطاع غزه خلال الايام والاسابيع والشهور القادمه. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيف عزيز جدا، يعني ما اقدرش ان انا اترك سيادته على الهاتف اكتر من كده، عندي كلام كتير، ولكن بعد ما نتلقى هذا الاتصال الهاتفي المهم من الدكتور زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، واللي التقى بالوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة قبل يومين، يوم الاثنين الماضي في قطاع غزة. دكتور زياد مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء الخير دكتور زياد، يعني حابب أعرف من حضرتك انطباعكم بعد لقاء الوزير عباس كامل والوفد الأمني يوم الاثنين الماضي. دعني أولا أؤكد على كل ما قلت
من مشاعر محبة متبادلة بين الشعبين الشقيقين، الشعب الفلسطيني والشعب المصري. ويجب يعني أو آمل أن يتذكر السادة المشاهدون والمستمعون تاريخ العلاقة الوثيقة التي تربط بين فلسطين ومصر والشعب الفلسطيني والشعب المصري، وخاصة في قطاع غزة. أكيد. قطاع غزة خضع للإدارة المصرية منذ عام 48 حتى 1967، ومصر خاضت 4 حروب من أجل الشعب الفلسطيني ومن أجل القضية الفلسطينية. مقابر شهدائنا، شهداء الجيش المصري حتى الآن في قطاع غزة، عائلات بالكامل في قطاع غزة هي من أصول مصرية. هذا صحيح، والشعب الفلسطيني يذكر ذلك. مصر حريصة على فلسطين كما هي حريصة على الأمة العربية بأسرها، وتربطنا علاقات متنوعة ومختلفة. وتذكر أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين تعلموا في الجامعات المصرية ولقوا الرعاية الكاملة من مصر بحكوماتها المتتابعة، ومصر رعت فلسطين وغزة على وجه التحديد رعاية كاملة، ولا زلنا نحظى بهذه الرعاية الكريمة، وخاصة في هذه الأيام في ظل رئاسة الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي. وكان لنا لقاء كما تفضلت حضرتك بالسؤال مع معالي الوزير عباس كامل، مع وفد وزاري فلسطيني. طبعا كانت هناك اجتماعات متعددة مع مختلف الفئات والقطاعات والممثلين الفلسطينيين في القوى والفصائل الفلسطينية، ولكن ما سمعناه نحن في اللقاء الذي جرى بيننا كان يثلج الصدور ومطمئن، عندما أبلغنا السيد الوزير بإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على أولا تحقيق تهدئة شاملة وثابتة بيننا وبين الإسرائيليين، ليس فقط في جبهة غزة ولكن أيضا في القدس وفي الضفة الغربية وفي حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى على وجه الخصوص. كما نقل إلينا يعني إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة فلسطينية متوافق عليها ترعى شؤون الفلسطينيين وتكون عنوانا لإعادة الإعمار في قطاع غزة. أيضا مما جعلنا نشعر بالسعادة هو المبادرة الكريمة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة إعادة إعمار غزة. والوزير نقل إلينا أفكارا ممتازة وقال إن الرئيس السيسي لا يريد فقط إعادة إعمار ما دمر في الحرب، ولكن هو سيعمل على إعادة تهيئة قطاع غزة والأراضي الفلسطينية في سياق بناء الدولة الفلسطينية. هذه المواقف النبيلة والشجاعة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها تلقى الترحيب العظيم والاحترام والتقدير من قبل الشعب الفلسطيني بكل فئاته وقياداته، وعلى رأسهم جميعا السيد الرئيس محمود عباس. نحن صراحة نشعر بسعادة بالغة أيضا لإدراك العالم بأن جمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الجهة المؤهلة والقادرة على يعني القيام بهذه المهمة الصعبة في فلسطين. دكتور زياد، الوفد اللي كان بيرافق حضرتك في لقاء الوزير عباس كامل كما شاهدت الحقيقة في أثناء تواجدي في القاعة أو أمام القاعة كان بيضم وزراء الإسكان ووزراء الصحة وشؤون المرأة وقطاعات كتير وزراعة أيضا الوزراء الفلسطينيين.
ايه هي ابرز الملفات اللي القطاع فيه احتياج شديد ليها وتم عرض الساده الوزراء لي مش هقول مطالبهم ولكن لسبل التعاون مع القاهره فيها في خلال الفتره القادمه من خلال طبعا اعاده الاعمار؟ سيدي نحن ادينا الاستعداد امام الوزير استعداد الحكومه الفلسطينيه بوزرائها المختصين في تقديم كل ما يلزم لانجاح المبادره الكريمة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة إعمار قطاع غزة وتهيئة بناه التحتية والمرافق والمؤسسات الجوانب المختلفة للمجتمع الفلسطيني. كان هناك مثلا وزير الأشغال العامة والإنسان، كان هناك وزير الحكم المحلي، وزير الزراعة، وزيرة الصحة، ووزيرة المرأة، وكان لدينا الرغبة في مشاركة جميع الوزراء في الاجتماع الذي عقد مع السيد الوزير، ولكن صادف في تلك اللحظة وجود عدد من الوزراء مع رئيس الوزراء في جولة خارجية. ولكن نحن اتفقنا أن تكون هذه هي البداية لمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين بين الحكومة الفلسطينية وبين الحكومة في مصر، وأبدينا استعدادا لكي نقدم كل ما لدينا من أفكار ومن مخططات ومن معلومات تساعد جمهورية مصر العربية في النجاح في مهمتها العظيمة والنبيلة في إعادة إعمار قطاع غزة. هل نتوقع لقاء وفد أو وصول الوفد الوزاري الفلسطيني المعني بإعمار غزة للقاهرة مثلا في فترة قادمة لاستكمال النقاش مع الوزراء المصريين؟ نعم نعم، يعني السيد الوزير كان يعني جاءنا وقال إنه على استعداد، إن جمهورية مصر العربية على استعداد لاستقبال الوزراء بسرعة فائقة كأفراد أو كفرق أو كمجموع. نعم. والآن أصبحت الطريق ممهدة لكي نشرع فورا في التنسيق والتعامل والتعاون الكامل بين الحكومتين المصرية والفلسطينية. لذلك نحن نتوقع أن تبدأ هذه الزيارات في الأيام القليلة القادمة. نعم. تم استهداف مبنى وزارة الصحة الفلسطينية وإحنا رصدناه، ومركز البي سي آر المعني بكورونا وإجراءات تحليل كورونا في القطاع صورنا ده. هل مثلا السيد وزير الصحة في الوفد اللي كان مرافق لسيادتك في لقاء الوزير عباس كامل، هل تم مثلا يعني طلب أشياء تتعلق بكورونا أو بلقاحات كورونا أو وجود بدائل للبي سي آر اللي تم تدميره؟ أولا الحكومة المصرية لم تتأخر منذ اليوم الأول في تقديم كل ما لديها من إمكانيات لمساعدتنا في مواجهة وباء الكورونا، ومصر لم تبخل علينا بل أعطتنا أولوية في يعني مواجهة هذا الوباء. وأيضا كان هناك عرض من السيد الوزير على سد احتياجات قطاع غزة ليس فقط في موضوع الكورونا، ولكن تذكر أن مصر فتحت حدودها أثناء الحرب لاستقبال الجرحى الفلسطينيين لمعالجتهم في المستشفيات المصرية، وهذه ليست المرة الأولى، في كل مرة يتعرض فيها قطاع غزة لدوان ويكون هناك ضحايا، تسارع جمهورية مصر العربية بإرسال المساعدات الطبية والصحية وإرسال سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفيات المصرية، واليوم يعني وبسرعة فائقة عاد 6 من الجرحى، جرحى الحرب الذين عولجوا في المستشفيات المصرية. نعم. عادوا اليوم إلى قطاع غزة. طيب سيادة الوزير، ما يتعلق بالمشروع الخاص بإنشاء مجمع سكني أو مدينة سكنية مصرية في قطاع غزة، برأي حضرتك يعني إلى أي مدى ده هيمثل انتعاشة أو مطلب لأشقائنا في القطاع؟ كذلك تحسين الأوضاع في قطاع الكهرباء، في قطاع المياه، والحقيقة الوضع صعب في الملفين دول. مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف تتعدى كما أشرت في بداية المقابلة. مظبوط. موضوع إعادة إعمار ما تم يعني ما تهدم، يعني مش بس ما تهدم، يعني بناء هذه المدينة لا علاقة له بإعادة الإعمار،
هي تأتي في إطار الرؤية الخلاقة، الرؤية الشاملة لإنعاش قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية في الوقت المناسب، وتطوير البنى والمساعدة على التنمية وازدهار قطاع غزة. يعني هذه المدينة كانت نموذج، ونحن طبعا معجبون جدا بما شاهدناه في جمهورية العربية من مشاريع عظيمة، المدن العديدة التي تبنى على مدار في أنحاء مصر، المستشفيات، النهضة العمرانية، الجسور، الأنفاق، ترميم الأماكن السياحية. نحن سعداء بأن تتكرم علينا جمهورية مصر العربية. ده دور يا فندم، ده واجب مصر يعني، وده دايما اللي بتأكد عليه القيادة السياسية، يعني هو ليس تفضل إطلاقا يعني. ولكن يجب يعني أن نقدر هذا الجهد العظيم. مصر إمكانياتها، نعرف التحديات التي تواجهها، ومع ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر توفير 100 مليون دولار من أجل إعادة إعمار غزة وإعادة تهيئة بناها ومرافقها. نحن نقدر هذا الموقف العظيم، وأيضا نتطلع إلى الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة، النهضة العمرانية التي اختصرت الزمن. يعني العالم كله يفاجأ اليوم بما يراه في مصر من نهضة عمرانية تعم يعني أركان البلاد، ويعني هذا نعتبره مفخرة له. وكل قوة لجمهورية مصر العربية هي قوة لفلسطين وللأمة العربية بأسرها. سيادة الوزير، الأسبوع القادم هناك دعوة مصرية للفصائل الفلسطينية للقدوم إلى القاهرة لمناقشة البنود المتعلقة بالتهدئة وتثبيتها والمتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية والإعمار. برأي حضرتك، هل نتوقع اختراق في هذا الملف، تحديدا ملف حكومة الوحدة الوطنية؟ بالتأكيد، دعني أقول لك أن هناك إجماعا فلسطينيا وإجماعا إقليميا وإجماعا دوليا بدعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي لا تقتصر على الإعمار، لأن حتى نقوم بإعمار لابد أن يكون هناك حكومة متوافق عليها، وحتى تكون هناك حكومة ويكون هناك إعمار لابد أن تتحقق التهدئة الشاملة وتثبت التهدئة في غزة، التهدئة في القدس، التهدئة في الضفة الغربية. الفلسطينيون قادمون إلى القاهرة وهم مصممون ومصرون على الاستجابة الكاملة لما تقوم به مصر الشقيقة من جهود بناءة في رأب الصدع، تثبيت التهدئة، تحقيق المصالحة، تشكيل الحكومة، وإعادة الإعمار، وأيضا فتح الآفاق لعملية سياسية مستقبلية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67 بعاصمتها القدس الشرقية. نعم، أنا بشكر سيادتك، شكرا جزيلا. دكتور زياد أبو عمرو، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، شكرا جزيلا لوقت حضرتك وسهرناك، أنا عارف. بكرر مرة تانية شكري لوجود حضرتك معنا وعلى هذه المداخلة الحقيقة اللي تؤكد على الكلام اللي كنت بقوله لحضراتكم، مدى الترحاب والمودة ومدى الآمال المعلقة من أشقائنا في فلسطين وفي قطاع غزة تحديدا على الدور المصري، الدور المصري اللي بالفعل بيتواصل يوم بعد يوم. يعني إحنا راجعين امبارح صباحا من معبر رفح، دخلنا في اتجاه رفح المصرية. عايز اقول لحضراتكم واحنا على معبر رفح من الناحية المصرية او معبر رفح المصري، يعني كم الشاحنات اللي كانت مصطفى، اكتر من 300 شاحنة، طابور من الشاحنات زي ما حضراتكم شايفين اللي كلها بتحمل هذه المساعدات، مش هقول المساعدات ولكن هذه الهدايا، ما يمكن أن تقدمه مصر الآن من أجل إغاثة أشقائنا الفلسطينيين. كم هذه الشاحنات كلها بيصطف من أجل الدخول، 321 شاحنة منها المواد الطبية. عشان بالمصادفة الحقيقة امبارح كنت يعني واقع قدامي على الفيسبوك لأحد هؤلاء اللي بيطلعوا من يعني إحدى الدول أو من تركيا، وطلع بيتكلم إن مصر بس بتودي بطاطس وطماطم. لا،
مصر مش بتودي بطاطس وطماطم في هذه الشاحنات يا أستاذ فلان، مصر بتودي مساعدات ومستلزمات طبية بيحتاجها أهل القطاع، مصر بتودي أدوات كهربائية، مصر بتودي ملابس، مصر بتودي أمور زي ما ذكر السيد نائب رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالأمور الأدوية والمساحات الخاصة بالكورونا وكل ما يتعلق بكورونا من أمور طبية دخلت إلى قطاع غزة عن طريق مصر، مش زي ما بيقولوا أو هذا الشخص بيقول اللي موجود في أنقرة أو في اسطنبول بيقول إن مجرد بطاطس وطماطم. لا، ما هياش بطاطس وطماطم، الأمر في أجهزة، في أدوات طبية، في معدات كهربائية، في كل ما يحتاجه القطاع، في علاقة، في شاحنات دخلت بالأسمنت الخاص بإعادة بناء البيوت، بالحديد المسلح اللي بيستخدم في إعادة الإعمار. هو ده الدور اللي بتقوم بيه مصر، وهي دي الأشياء اللي مصر كانت حريصة على إدخالها، وكان آخره من امبارح القافلة الثالثة 321 قافلة، وإحنا صباح أمس شاهدناها بأم أعيننا. عايز أقول لحضراتكم في هذا الإطار، يعني كان في النهاردة اتصال مهم تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي. اللقاء تناول الدور اللي بتقوم بيه مصر في قطاع غزة، في تأييد أوروبي لما تقوم به مصر في هذه الملفات اللي احنا ناقشناها مع نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، ما يتعلق بالتهدئة، ما يتعلق بإعادة الإعمار، ما يتعلق برأب الصدع الفلسطيني الداخلي. كل هذه الأمور كانت اليوم حاضرة في اتصال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والتأكيد وشكر مصر على هذا الدور والدعم الأوروبي لمصر، مش عايز أقول تفويض، ولكن الدعم الأوروبي الكامل لمصر في هذا الإطار. كمان الرئيس أكد على ضرورة العمل بشكل فوري لاستئناف المفاوضات المباشرة ما بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وأيضا الجهد المصري المستمر في هذا الإطار وما يتعلق بوقف إطلاق النار بالتنسيق مع الدول المعنية. طبعا أيضا النهاردة كان في تكريم ومنح وسام القائد من البرلمان العربي وعضو مجلس النواب البحريني عادل العسومي، اللي منح أو شاهد يعني منح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام القائد، وده يعد واحد من أرفع الأوسمة اللي بيقدمها البرلمان العربي للملوك ورؤساء الدول. ده تقدير للدور الذي تقوم به مصر في مجال صون وحفظ الأمن القومي العربي، وأيضا فيما تجلى خلال الأسابيع الأخيرة من الدور المصري فيما يتعلق بوقف الاعتداءات على أشقائنا في فلسطين، سواء كان في الضفة أو القدس أو القطاع. نروح لغزة مرة تانية ونشوف الوضع هناك، سواء الوضع الطبي أو الوضع الإنساني عامل إزاي. هناخد شقين، الشق الأول خلوني أرحب بدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، ضيفي عبر زوم. أهلا وسهلا دكتور رامي، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم، وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين. أهلا بك دكتور. أيضا برحب بضيفنا عبر الهاتف بالدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من قطاع غزة. دكتور عدنان أهلا بكم. أهلا وسهلا. أبدأ مع دكتور عدنان فيما يتعلق بحجم المعاناة الإنسانية، هل لديكم في الأونروا تقدير لحجم الخسائر؟ الخسائر البشرية بالفعل عدت، ولكن الخسائر الأخرى، هل لديكم في الأونروا تعداد أو حصر لهذه الخسائر؟ نعم، بصراحة يجب الحديث قبل أن نتحدث الآن عن حجم الخسائر التي حدثت في 11 يوما من التصعيد العسكري، عن الأوضاع في قطاع غزة حتى قبل هذه العمليات العسكرية الخطيرة التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين. غزة محاصرة منذ أكثر من 15 عاما، السفر من غزة ويعني يكون بالكاد، فقط السفر يتم عمليا عبر معبر رفح، ولكن معبر إيرز يعني الأعداد التي تسافر هي أعداد قليلة. معبر إيرز مع إسرائيل، معبر إيرز بيت حانون، نعم، اللي بيربط القطاع بإسرائيل. نعم، المياه على سبيل المثال في قطاع غزة أكثر من 97% من نسبة المياه في غزة غير صالحة، صحيح، للشرب. البطالة أكثر من 60%، البطالة بين الشباب حوالي 80%، في النساء تصل إلى حوالي 90%. يعني غزة هي مكان، غزة ليست دولة، هي مكان محاصر مدمر، تعرض إلى 4 حروب خلال 10 سنوات تقريبا، وهذا لم يحدث في أي مكان في العالم. جاءت الحرب الأخيرة بصراحة هي حرب
مدمرة، كم استهداف البنى التحتية، الشوارع، الاتصالات، المياه، خطوط الكهرباء. وبالنسبة للكهرباء حتى هي تأتي إلى غزة 4 ساعات يوميا، يعني هذا له أكثر من 10 سنوات ونحن مستمرون على هذا المنوال. القطاع الصحي هو قطاع منهار بالأساس أو على شفا الانهيار ويعاني بصورة كبيرة، يعني معظم المرضى أو الذين يحتاجون إلى جراحات يتم توجيههم إما إلى مصر أو إلى الضفة الغربية. ولكن ما حدث خلال القتال الأخير أو الحرب الأخيرة كان غير مسبوق. نتحدث عن أكثر من 1000 بيت، يعني نحن لم نحصي تماما كل الأضرار، لأنه يجب أن نكون دقيقين، وهناك آلاف البيوت التي دمرت إما تدميرا كاملا أو تدميرا جزئيا أو تدميرا بليغا، يضاف إلى ذلك تدمير أيضا مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني المنهك والمدمر أصلا. البنى التحتية تحتاج إلى جهد هائل وجهد كبير، يعني الأبراج التي دمرت في غزة هذه، يعني الآن أنا سمعت أن غدا ستأتي 35 آلية من مصر ضخمة، معدات، جرارات، جرافات، ستدخل إلى قطاع غزة، لأنه لا يمكن لغزة أن تزيل هذا الركام بإمكانيات ضعيفة، خاصة ان في شوارع، يعني احنا شفنا شوارع، شارع اللي فيه برج الشوا وحصري، اللي فيه البيوت الخاصة بعائلة علاء، اقول لحضرتك علاء ابو العوف، اللي فيه عائلة ابو العوف، الشارع ده فيه اكتر من 3 عمارات او 3 ابراج كلها نازلة على الارض، في حفر بعمق 1 متر أو 2 متر في وسط الشارع، فشيء صعب الحقيقة يعني. نعم، وفي كمان مشكلة أخطر قد يدركها الغزيون بعد ذلك، نوعية القنابل التي استخدمت في قصف الشوارع هي قنابل ارتجاجية لم تكن موجودة لدى الجانب الإسرائيلي في عام 2014، يعني حسب الخبراء وحتى في الإعلام الإسرائيلي أنا سمعته بنفسي وأنا أتحدث العبرية، قالوا بأن هناك اهتزازات وإزاحات في التربة، لذلك احنا صورنا، وده ظاهر على الشاشة وحضرتك بتتكلم، احنا صورنا أثناء تواجدنا هناك الأرض، وبالفعل الأرض نفسه في شق في الأسفلت واصل لأعماق، يعني احنا الصورة قدامنا وحضرتك بتتكلم في شقوق عريضة، يعني في بنايات بدأت تميل مظبوط الأيام الماضية، وهذا شيء خطير جدا جدا. يعني عمارة تقف، برج يقف كما هو، ولكن تلحظ أن هذا البرج يميل كل يوم يتحرك، وهذا خطير جدا، وهم الآن في أوامر هدم لبعض هذه الأبراج. هذا كله يحتاج إلى جهد هائل بالإضافة إلى المشاكل المتراكمة. لذلك نحن نعتقد بأن الرؤية المصرية الآن لإنقاذ غزة والتحرك باتجاه غزة وإعطاء فرصة للناس، يعني يجب أن يكون هناك أمل لهؤلاء الناس، لأن الوضع بصراحة لا يحتمل أكيد مزيد من جولات. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عدنان أبو حسن، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من غزة، شكرا جزيلا لك. وأتحول لضيفنا الكريم الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري. دكتور رامي، يعني أكيد حضرتك تابعت خلال الأيام والأسابيع الماضية حجم المعاناة، وأكيد ده كان معمول حسابه أو مدروس، وتم تنفيذ البرنامج الخاص بمساعدات الهلال الأحمر بناء على الاحتياجات اللي كان بيحتاجها القطاع الطبي في قطاع غزة، فأرجوك ضعنا في صورة ما تم تقديمه من أمور طبية. أنا مش تابعته، بس أنا ذهبت إلى غزة بعد وقف إطلاق النار بعدها 24 ساعة تقريبا، كنت موجود هناك بنفسي مع طبيب نفساني بيعمل في مجال الصحة النفسية، تواجدنا مع الهلال الأحمر الفلسطيني، فاحنا مش بعتنا مساعدات فقط، لا احنا دخلنا جوه وقدرنا ان احنا نتواصل مع الهلال الاحمر الفلسطيني في اول 48 ساعة من وقف اطلاق النار، وصلنا المساعدات الطبية والمستلزمات بناء على الاحتياجات، وده بحكم طبعا ان الجمعية الوطنية المصرية كانت من اوائل الجمعيات في المنطقة وفي العالم اللي تقدر تدخل مساعدات، وده طبعا بفضل جهود سيادة الرئيس، كان ليه جهد كبير جدا في وقف اطلاق النار وفي فتح المعبر لدخول المساعدات، وتوجهنا بتوجيه من وزاره التضامن الاجتماعي بحكم ان الجمعيه برضه تابعه للوزاره، و
دخلنا جوه، قدرنا نتابع الموقف، زورنا المستشفيات، شفنا المصابين والجرحى، عملنا معاينات لبعض اماكن اللي اتدمرت سواء كان تدمير كلي او تدمير جزئي. قدرنا برضه مظبوط. نقعد مع الناس اللي تمت اصابتها، بالاضافه لوجود فريق طبعا طبي وطوارئ وهيئه من الهلال الاحمر المصري موجود في المعبر لاستقبال المصابين، مظبوط. العمل على تلبيه الاحتياجات بتاعتهم طول الوقت سواء عند الدخول او في المستشفيات، سواء في مستشفى العريش او في مستشفى في القاهره. عايز اقول برضو ان الجمعيه حتى هذه اللحظه ما تزال تتلقى المساعدات حتى من جمعيات الهلال على مستوى العالم. في طبعا تحرك عربي كبير جدا، احنا مش بنوصل مساعدات فقط، ولكن ان احنا بنقدر زي ما تقول ننسق عمليات المساعدات الدولية على مستوى الوطن العربي وعلى مظبوط. مستوى في العالم. 54 شاحنة يعني كانت ضمن القافلة الأخيرة من المساعدات اللي داخلة، 321 شاحنة مصرية و54 شاحنة من دول أخرى يعني. تمام مظبوط كده. طبعا كمية المساعدات اللي وجهتها حكومة مصر وشعب مصر طبعا من أول ما ابتدى ادخال المساعدات تفوق طبعا زي ما حضرتك شايف صندوق تحيا مصر طبعا كان له دور كبير جدا. مش عايز اقول ان مصر سواء كانت على مستوى الحكومه او الشعب بتضرب مثال كبير في الانسانيه على مستوى المنطقه او مستوى الشرق أنا الاوسط. عايز برضو أعرف من حضرتك دكتور رامي، لأن أنا الحقيقة يعني بما إني كنت هناك وشفت ما تم تقديمه وضايقت جدا من الفيديو اللي هذا الشخص المخبول اللي موجود في وسيلة إعلام يعني في تركيا محمد ناصر، وهو بيقول إن ما تم تقديمه هو بطاطس وطماطم، وبيقول ده هم القطاع محتاج حاجات طبية. فانا انا بتفرج وانا لسه راجع من غزة وانا هتجنن، فكان لازم حضرتك تكون معانا عشان تقول لنا القصة، وكان لازم فين المساعدات الطبية، فارجو حضرتك تقول لنا وترد عليه ايه المساعدات الطبية اللي تم تقديمها. يا فندم من اول ما بدانا نتواصل مع الهلال الاحمر الفلسطيني طلب لنا مجموعه من الطلبات كانت كلها مستلزمات طبيه عباره عن ادويه ومستلزمات طبيه، محاليل، ادويه جراحيه، ادويه طوارئ، بعض الالات الجراحيه، طبعا المستلزمات والممتلكات الخاصه بادوات النظافه الشخصيه اللي ليها علاقه بكورونا، لان انت عارف حضرتك ان احنا طبعا في جائحه فبيبقى في طبعا استخدام كتير للحاجات ديت. الحاجات دي دخلت وفي فيديوهات وفي لينكس كتير وفي اخبار كتيره موجوده، يقدر السيد الفاضل يتتبع الاخبار، يقدر يشوف حجم الحاجات دي او يتواصل مع الهلال الاحمر مثلا الفلسطيني. انا كنت هناك وكان في مؤتمر صحفي اتعمل كبير هناك عملوه واتكلمنا فيه وقلنا على مجهودات الدوله المصريه. طيب دكتور رامي، يعني انا عايز برضو قبل ما اختم اعرف من حضرتك ما هو قادم، يعني في اعادة اعمار، في امور لازم تقدم للقطاع بشكل عاجل، فيا ترى خطتكم ايه خلال الايام والاسابيع القادمة في التعامل مع ازمات القطاع وللاسف هي كتير جدا. بص يا فندم، احنا طبعا بناء على توجيهات الدوله المصريه في مسانده الاخوان الفلسطينيين، وطبعا يعني ده مش غريب على مصر في الانسانيه، احنا هنحط خطه طويله المدى مع الهلال الاحمر الفلسطيني فيها تدخلات صحيه وتدخلات نفسيه كثيره. زي ما حضرتك عارف ان في بعض او يعني في كثير من العائلات فقدت اطفالها وفقدت ذويها وفقدت في العائل عائلات الوحيد. كاملة استشهدت أو ماتت تحت الركام كاملة. بالظبط كده. دي طبعا الناس دي تعرضت لصدمات نفسيه كبيره جدا هيفضلوا يعانون منها فترات كبيره. هيكون لنا تدخلات صحيه ونفسيه كبيره مع الجانب الفلسطيني من خلال جمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني الفتره القادمه ان شاء الله. يعني إن شاء زي الله. ما توجه الدوله المصريه نحو مسانده القطاع هيبقى في مسانده برضو في القطاع إن الطبي شاء الله. والقطاع النفسي والخدمات الاسعافيه. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور رامي ناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، شكرا جزيلا لحضرتك. النهارده عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماع برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء الهيئات القضائية المختلفة، وصدر الحقيقة عن هذا الاجتماع المهم عدد من القرارات التاريخية اللي بتمثل علامات فارقة وعلامات مضيئة الحقيقة في طريق وتاريخ القضاء المصري العريق. الحقيقة من الأمور المهمة واللي أسعدت الجميع وخصوصا السيدات هو أن من أول أكتوبر إن شاء الله هيبدأ عمل
السيدات النساء في مجلس الدولة وفي النيابة العامة. وأعتقد ده خبر بهم يعني نص المجتمع المصري إن لم يكن المجتمع المصري كله. كمان اعتبار يوم 1 أكتوبر بالتالي هيبقى يوم للقضاء المصري، لأن ده تحول الحقيقة وتحول كبير جدا. أيضا بعض الأمور الأخرى المهمة كذلك، يعني ربما الرئيس وجه الشكر للهيئات القضائية وتحديدا في القاهرة ومحكمة جنوب القاهرة والموظفين والإداريين فيها على الجهد اللي بذلوه في التعامل مع إحدى القضايا الهامة أو واحدة من أهم القضايا اللي هيتم الكشف عنها إن شاء الله في القريب العاجل. ده تأكيد للدور الكبير اللي بيقوم به القضاء بمختلف الهيئات القضائية اللي كانت موجودة النهاردة. تعالوا نشوف يعني بعض مما جاء في هذا الاجتماع المهم، ومن بعد نخرج لفاصل ونقابلكم تاني إن شاء الله بعد الفاصل، خليكم معنا. قرارات اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من أكتوبر 2021، الأول من أكتوبر من كل عام يوم للقضاء المصري. توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربع، عدم تكرار أسماء المقبولين لتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارا من خريجي دفعة 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها لجهة القضاء في الدعاوى المنظورة، عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة عدا وزارة العدل، مع وضع سقف زمني لمدة الندب، الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية. مواعيد العمل الصيفية بعد القرارات الجديدة للحكومة. فتح المحال التجارية والمولات التجارية يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق في الساعة 11 مساءً صيفاً. زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام الأجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق في 12 منتصف الليل صيفاً. فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من 5 صباحاً وتغلق في 1 صباحاً صيفاً. استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً من 8 صباحاً وتغلق في 7 مساءً صيفاً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود. تستثنى كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران وإغلاق يصل لشهر للمخالفين. الأفراح تقام بالأماكن المفتوحة فقط مع استمرار حظر الموالد وسرادقات العزاء. طبعا الخطوات اللي تمت خلال الأسابيع الماضية في مسألة كورونا، أيضا في مسألة توفير اللقاحات، النهاردة صدر رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي أو المؤتمر يعني اللي عقد بعد الاجتماع أكد أن في بنهاية اليوم بنهاية النهاردة كان تلقى 2.5 مليون مواطن مصري للفاكسين او للتطعيم، وان شاء الله يعني حتى ما تم اعلانه ان في خلال 2 بالكثير هيكون عمليات التصنيع اسفرت عن انتاج اللقاحات اللي هتصنع في مصر، هي لقاحات الساينوفاك. شيء الحقيقه رائع جدا. وزاره الصحه النهارده قالت ما يقرب من 4 مليون جرعه من اللقاحات تم توريدها سواء من ساينوفارم أو ساينوفاك أو من أسترازينيكا. أعتقد ده هيكون ليه أثر كبير جدا في خلال الأسابيع والشهور القادمة. برحب بدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة ضيفنا الكريم والعزيز. دكتور عبد الهادي أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا يا أستاذ عمرو، وحشتنا ورحلة موفقة الحقيقة، يعني شكرا.
كانت تلقائية وجميلة، يعني ربنا يوفقك دايما. شكرين جدا، شكرا جزيلا لحضرتك. وبرضه برحب بضيفنا الكريم عبر سكايب من لندن، دكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن. دكتور حاتم مساء الخير، اهلا بحضرتك. مساء الخير يا استاذ عمرو، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. هنعرف طبعا من دكتور حاتم الاخبار الحلوه اللي بتحصل في لندن. امبارح زيرو وفيات، النهارده 12، الارقام الحمد لله في تحسن كبير جدا، نتمنى ده لكل العالم. ولكن اسمح لي ابدا مع دكتور عبد الهادي واخد راي دكتور عبد الهادي في مساله الارقام اللي احنا بنشوفها. يا دكتور عبد الهادي، تقريبا 2.5 مليون مواطن خدوا التطعيم، وحضرتك كنت من اول يوم بتنادي اللي يلاقي اي نوع من انواع التطعيم او اللقاح يعني ياخده. شايف حضرتك دوت ازاي؟ هو حصل يعني عدة حاجات او عدة مراحل منذ ذلك الحين، انه في ناس كانت مستنية تشوف اللي هياخد هيحصل له ايه. بيجربوا في اللي هيسبق يعني. يعني بيجربوا في اللي هيبدأ. نمرة اتنين، انه طلع من حيث لا ادري ناس ومنهم اطباء بيخوفوا الناس من التطعيم، وبيقولوا ان ده حاجة يعني مشكلة، والوراثة والدي ان ايه، وانت بتدخل التطعيم. ومع الاسف الشديد خليني اقولك بالمناسبة دي ان انا امبارح بس كنت بقرا الـ يعني الاخبار بتاعت كورونا وكده، لقيت انه كاتبين انه لوك مونتانييه اللي هو اساسا اكتشف فيروس الايدز واخد نوبل على هذا الاكتشاف، بيقول ان اللي هياخد التطعيم اللي اخد التطعيم قدامه سنتين وبعد كده هيموت. يعني انا طبعا مستحيل ان الراجل ده، لان قلقتني يا دكتور. راجل محترم. لا والله ده راجل محترم جدا. استنى انا اقول لك. انت انا قريت بقى، دخلت على المتن والريفرنس والحاجات دي كلها، لقيت ان الراجل ما قالش كده خالص. الراجل بيقول ان كل ما انت بيبقى فيه تطعيمات فكل ما بتحصل طفرات اكتر. يعني ايه اللي يخلي واحد ينزل ده عنوان علشان خاطر يجذب الناس؟ عيب. عيب يا جماعة، عيب نخوف الناس ونمنع الناس من التطعيم او نخوف منه. واحد تاني يقول لك انا ضميري ما يسمح ليش، ولازم، وكأنه هو المخلص البشرية يعني اللي هيجي. طيب هل يعني هل بقى مع نهاية شهر يوليو وبداية شهر اغسطس ويكون في اللقاحات اللي هيتم تصنيعها في مصر، الى اي مدى ده هيكون لي فائدة او ميزة في يعني الحد من الانتشار؟ واسمح لي اخد تعقيب دكتور حاتم وارجع لحضرتك دكتور عبد الهادي في هذه الجزئية. دكتور حاتم، شايف ازاي ده ممكن يأثر بشكل كبير على تحسين الاوضاع هنا في مصر فيما يتعلق بكورونا؟ بالتأكيد هو الخطوات الكبيرة اللي بتقوم بها الحكومة والجرعات الكبيرة والأعداد اللقاحات اللي طلبت هتفرق كتير، وإحنا شفنا ده على أرض الواقع في دول من ضمنها بريطانيا. اللقاحات هي من أهم السبل اللي بتقلل أعداد الإصابات وبتقلل من أعداد الحالات الحرجة من فيروس الكورونا. فإن شاء الله الأمل كبير، بس أهم شيء الناس تلتزم وتسابق إنها تاخد اللقاح أول ما يتوفر. طيب أسترازينيكا هو كان من الحاجات الحقيقة اللي كان طالع الإشاعات بشكل كبير جدا. الموقف إيه في بريطانيا دلوقتي؟ وصل كام مليون جرعة تم إعطائهم للبريطانيين طبعا من أسترازينيكا؟ هو أسترازينيكا واحد من الثلاث لقاحات المعتمدين هنا، هو من أهم اللقاحات اللي بتعتمد عليها الحكومة، لأن هو لقاح بريطاني. وفي نفس الوقت على الرغم من العرض الجانبي اللي احنا عرفنا عنه، مازال المعلومات الطبية المؤكدة حتى الآن أنه نسبة احتمال حدوث هذه الأعراض اللي هي التجلطات ضعيفة جدا جدا ونادرة الحدوث، يعني مئات في مثلا من ضمن ملايين الجرعات اللي تتعطى حصل لهم الأعراض دي. فحتى الآن مازال أسترازينيكا من أهم اللقاحات اللي البريطانيين بياخدوها. الحقيقة يعني الناس بعد ما بدأت تاخد اللقاح بشكل كبير ما بقاش حد بيتكلم عن موضوع الأعراض الجانبية. مازال النقطة الأساسية لو أنت سنك أقل من 30 سنة أو عندك مشاكل في التجلط أوريدي بشكل
مرضي سابق يفضل انك تستشير الطبيب قبل ما تاخده، لكن فيما عدا ذلك هو من اهم اللقاحات المعتمدين عظيم. عليها هنا في بريطانيا. طيب دكتور عبد الهادي، تصنيع اللقاحات في مصر وتوطين هذه الصناعه نتائجها وبشائرها هتبقى نهايه الشهر القادم واللقاحات تكون مصنعه في مصر ساينوفاك، راي حضرتك ده ايه؟ في ده ايه؟ ده انجاز عظيم جدا، لانه يعني خلي بالك ان ده محتاج لبنيه تحتيه، يعني احنا اساسا مش هنبدا من الزيرو. ده معناه ان احنا عندنا يعني بنيه صحيه اساسيه مهمة الصناعات جدا الدوائية يعني. وطبعا وده زي ما بنقول دايما انه اي وباء عندك حاجتين يجب انك انت تلجأ ليهم، اما دواء يقضي تماما على الفيروس ويبقى متخصص وعارف ازاي بيتعمل، او تطعيم. فاحنا ما عندناش الدواء ده لسه، فما وفيش قدامنا غير التطعيم. لما تقول لي 2.5% ما زلنا قليلين. 2.5%، احنا بنتكلم على نص الشهر ده هيكون اللي وصل حوالي 4 مليون جرعة يعني من الثلاث لقاحات. كويسين طبعا وكتر خيرهم، لكن الحقيقة ان احنا محتاجين لكمية اكبر. التصنيع هو اللي هيدي فرصة اكبر ان احنا ناخد وندي كمان الدول الأفريقية والعربية. 40% المستهدف بنهاية العام تطعيم 40% من المصريين، يعني 40 مليون مواطن تقريبا. شايف الرقم ده ازاي دكتور عبد الهادي؟ اتمنى ان الناس يعني تحط عقلها في راسها كده وتبطل تستمع للإشاعات، وان يفضل ماشي الموضوع بهذا التنظيم. ممكن نصل إليه، لكن إنما كوفرة الوفرة موجودة مع كمان التصنيع المحلي للقاح الصيني ساينوفاك، إنما هيبقى هنا دور المواطن إن هو يروح ياخد التطعيم. بالظبط كده، تمام بالظبط، وما يطلعش إشاعات. بالظبط يعني ياخد التطعيم كفاية إشاعات، ما يقعدش يقول إن أنا خدته. شوفوا لنا بقى تطعيم ضد الإشاعات يا دكتور عبد الهادي بقى أرجوكم، يعني شوفوا لنا تطعيم الناس تاخده ضد الإشاعات. هو ده فعلا اللي محتاجين، البشرية محتاجاه. طيب أتحول لضيفنا من لندن الدكتور حاتم سليمان. دكتور حاتم، امبارح ما شاء الله يعني زيرو وفيات في بريطانيا، النهاردة 12 وفاة، يعني أرقام أو رقم لا يذكر، يعني مش رقم كبير. شايف سبب النجاح في ده إيه؟ وهل ده معناه انحسار خلاص هذه الموجة نهائيا في بريطانيا ولا لأ؟ هو طبعا هو خبر كويس اللي كلنا سمعنا امبارح، إن أول مرة يبقى في صفر وفيات من بداية الجائحة. طبعا في اسباب كتيره اجتمعت علشان ده، لكن من اهم الاسباب بالاضافه طبعا لاغلاق والتزام الناس بالاجراءات الاحترازيه، من اهم الاسباب يا استاذ عمرو اللقاحات. والناس بدات تصدق العلم بعد ما شافت على ارض الواقع التاثير بتاع اللقاحات. وبعد ما الناس في الاول كانت قلقانه، وزي ما حضرتك اتفضلت الاشاعات كانت منتشره، كله دلوقتي خلاص عرف اللقاح هو من اهم الوسائل اللي ان شاء الله تخرجنا من الجائحه. يعني بالفعل يا دكتور، ان اللي بيحصل على اللقاح لو تعرض لاصابه فانه بنسبه 100% لن يحتاج مستشفى. هو مش 100% حضرتك، يعني 100% رقم صعب في العلم، يعني بس هو مثلاً بنسبه كبيره جدا، تزيد عن 90% حسب الابحاث. نسبه احتياجه للمستشفى بتقل جدا، والاهم من كده ان هو نسبه حدوث المضاعفات الحرجه بتقل بشكل كبير جدا جدا حتى لو حصلت العدوى. مظبوط. طيب هل حضرتك شايف ان احنا امام تحورات اخرى قريبا؟ هل في لندن بتتكلموا في طب الحالات الحرجه عن طفرات ممكن تحصل، عن تحور قادم قد يحدث مع اشتداد فصل الصيف ودخولنا بعد كده على الخريف؟ هو بالفعل احنا في تحورات دلوقتي موجودة، وفي متحور من احدى الدول، من الهند حاليا، منظمة التايلاندي الهندي اللي هو سميته دلتا. المتحور ده هو المتحور الرئيسي هنا في بريطانيا دلوقتي، وفي حالات هنا حضرتك تفضلت وسألت هل القلق راح؟ لا طبعا لسه في قلق كبير، لان ما زال في انتشار للفيروس في مناطق في بريطانيا في اعداد محدوده. والمتحور الجديد ده عنده قدره اسرع على الانتشار، بس حتى الان الحمد لله واضح ان اللقاحات فعاله، لان اعداد الحالات الحرجه لم تزيد.
وده شيء يطمن. بس هل القلق راح خالص؟ لسه. مازال في حذر وترقب، وان شاء الله ما تحصلش ان شاء موجة الله. ثالثة يعني. طيب دكتور عبد الهادي مصباح، هل فكرة اللي بيذكره دكتور حاتم دلوقتي، فكرة ان التحورات لا بتحصل، التحور دلتا اللي هو الهندي، في تحورات جاية او ظهرت في فيتنام وفي تايلاند، حضرتك شايف ده ازاي؟ ده طبيعي، ده طبيعة الفيروس ده، ار ان اي فيروسز كلها، ان هي كل يوم بيحصل لها نوع من التحور. لكن التحور الاساسي اللي ممكن يؤثر سواء في التطعيم او في العلاج، ده بيحصل كل فترة، اللي هو حضرتك اشرت اليه من قبل. فاحنا الفكرة كلها ايه؟ الفكرة كلها انه كل ما زاد التطعيم وأصبح في كميات معقولة من صحيح. الأجسام المضادة عند الناس، كل ما هيقل حدة هذا التحور. ويجب أن احنا ناخد بالنا كويس قوي من حكاية أنه التطعيم لازم يمشي على ده. لا، أنا ممكن في 90 يوم أغير التكوين الجيني. ده لغاية دلوقتي فايزر وموديرنا قالوا كده، قالوا إذا حصل تحور للفيروس إحنا هو لغاية دلوقتي ما حصلش تمام، لكن إذا حصل إحنا قادرين إن إحنا في 90 يوم نغير المسألة زي ما بيحصل كل سنة في الأسوان. أنا الحقيقة بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المعلومات اللي احنا استفدنا جدا منها من حضراتكم. دكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، متعكم الله بالصحة والعافية. ودكتور حاتم عبد الله سليمان استشاري طب الحالات الحرجة ضيفنا عبر سكايب من لندن، شكرا جزيلا دكتور حاتم. شكرا دكتور عبد الهادي، شكرا جزيلا شكرا. لحضراتكم شكرا. قبل ما نطلع لفاصل، في خبر يخصنا احنا كشبكة قنوات سي بي سي، قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين الدكتور محمد خضر علي في منصب رئيس شبكة قنوات سي بي سي، ده في إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. من الجدير بالذكر أن الدكتور محمد خضر بيشغل منصب أستاذ ورئيس قسم الإنتاج بالمعهد العالي للسينما، بالإضافة لكونه مدير عام قناة دريم من عام 2015 وحتى اليوم، كما عمل بوظيفة المنتج الفني في راديو وتلفزيون العرب في الفترة من سنة 94 حتى 2011، تولى منصب مدير قطاع البرامج والإنتاج في قناة دريم عام 2013، ومدير عام قناة الحياة منذ 2013 وحتى 2015. نستأذنكم نخرج لفاصل قصير، وبعد الفاصل هنناقش موضوع مهم. 30 يوم او هم 28 يوم بيفصلونا عن الاحتفال، ان احنا نحتفل جميعا ونسعد بان تم القضاء على العشوائيات الخطرة في مصر الى الابد ان شاء الله. بعد الفاصل المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات ضفنا هنا في من مصر عشان نعرف تفاصيل هذا الخبر السعيد ان شاء الله. وده التحدي اللي احنا عايزين ننجزه وعايزين نهزمه. لا يمكن هنسمح ابدا ان احنا يبقى عندنا عشوائيات كده تاني ابدا. تطوير العشوائيات وتوفير سكن آمن للمصريين كان حلما فخيالا، فصار واقعا ملموسا يعيشه الآلاف حاليا في جميع أنحاء الجمهورية. احنا بنتكلم في 1.5 مليون بنحول حياتهم إلى شكل يليق بيهم وبأولادهم ومستقبل بعد كده. البداية كانت بخطة وضعتها وزارة الإسكان ممثلة في صندوق تطوير العشوائيات للقضاء على أكثر من 355 منطقة غير آمنة على مستوى الجمهورية، وتوفير ما يزيد عن 240 ألف وحدة سكنية، حيث تمثل المناطق العشوائية الخطرة وغير الآمنة 1% من حجم العمران في مصر.
في حين تمثل المناطق غير المخططة حوالي 37% من حجم العمران بمساحة تقدر ب 152 ألف فدان. الخطة شملت أيضاً تطوير الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية والتي بلغ عددها 1105 سوق، وتعددت المشروعات التي أقيمت للقضاء على العشوائيات، ولعل أبرزها حي الأسمرات بمراحله الثلاث ومثلث مسبيرو وروضة السيدة 1 و2 والمحروسة 1 و2 وحتى المحافظات، حيث تم إعلان محافظات بورسعيد والبحر الأحمر والسويس خالية تماماً من العشوائيات. فاحنا ما صدقنا للرئيس، ربنا يكرمه يا رب عمل لنا مساكن اللي احنا نقعد فيها لجل خاطر ناس ظروفها مش هتقدر. فاحنا بنقوله ان احنا كلنا معاك وحنغير لك ده، مش هنسيبك تعيش هنا. وفي الإسكندرية كانت هناك مرحلة جديدة في ملف تطوير العشوائيات، بدأت بمشروع بشائر الخير 1 و2 و3 الذي أنشئ به مجتمعات سكنية متكاملة شاملة المرافق والتشطيبات والفرش والتجهيز، كل ذلك فضلا عن عدة مشروعات أخرى منها ما انتهى فعليا وتم نقل الأهالي إليه، ومنها ما هو في طور الإنشاء كمشروع معا في منطقة مدينة السلام، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل، ومشروع أهالينا 2 على مساحة 15 فدانا، وهو يوفر 1400 وحدة سكنية وغيرها الكثير لتخطو مصر خطوات جادة وواثقة للقضاء على العشوائيات. من مصر، طارق أحمد. اللي حضراتكم شفتوه ده مش احنا بس اللي حاسين بيه، ولكن لينا اشقائنا كمان حاسين بيه. قبل ما ادخل في التفاصيل خلوني اولا ارحب بالمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائيه. مهندس خالد اهلا وسهلا والف مليون مبروك الجهد اللي كل الحمد لله بالنجاح. طبعا مساء الخير على كلكم، صحتك طيب والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. فيعني الف مبروك دي يعني للناس كلها، مش لصندوق تطوير العشوائيات، لمنظومة الدولة كلها من أول القيادة السياسية لغاية فرض الأمن على بوابة صندوق تطوير المناطق العشوائية، دولة الرئيس، رئيس الوزراء، وزير الإسكان، وزارة التخطيط، وزارة التضامن، المحافظات اللي مشتغل فيها، كل الجهات اشتغلت عشان نطلع مجتمعات متكاملة، مش بنايات بنعملها وميزانيات بترصد لبناء، هي منظومة متكاملة لتطوير حياة الناس. منها إن شاء الله إن شاء الله بنبني مصر اللي هي كلنا بنأملها إن شاء الله في المستقبل. التطوير العشوائيات هيبني مصر الآمنة، مصر المتقدمة، مصر اللي اقتصادها قوي، هيبدأ من جوه الأماكن اللي كانت عشوائية. الحقيقة أنا في وجودي في غزة وإحنا الغزاويين كانوا فرحانين بخبر إنشاء مدينة سكنية أو تجمع سكني كبير مصري أو بإيد مصرية في أرض قطاع غزة، فلقيتهم عارفين اللي بيحصل في مصر، واتفاجئت إنهم عارفين اللي حصل في مجال تطوير المناطق العشوائية. بيقولوا يعني إحنا بنتابع اللي بيحصل، والأسمرات ذكر لي اسم الأسمرات، هنلاقي ده زي ده عندنا. الناس حتى أنا كنت بقول في أول حلقة معولين على مصر كتير، فسمعة تطوير العشوائيات وصندوق تطوير العشوائيات، عشان كده قلت في بداية اللقاء مسمعها حتى بره مصر. دايما مصر بتقدم لإخواننا الفلسطينيين ما هو الأفضل على المائدة، لو في المائدة هناك طعام موجود بنختار الأفضل منه لأهلنا في فلسطين. فإن شاء الله الدولة لما تتدخل لبناء وإعمار غزة هتقدم الأفضل لأهلنا في فلسطين، أفضل من اللي احنا بنعمله في مصر إن شاء الله. وده أعتقد ده رؤية فخامة الرئيس لإخواتنا في فلسطين، اللي مصر دايما 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 بتقدم لفلسطين كل شيء الغالي والنفيس من مصر، تقدم دم الفلسطين وإن شاء الله مستمرين في ذلك إن شاء الله. 30 يونيو الحالي تقريبا مصر هتكون خالية من العشوائيات الخطرة، أعتقد ده محتاج إن احنا نعرف تفاصيله من حضرتك. احنا وضعنا خطة مع بعض، احنا التقينا كتير جدا. صحيح. من أكثر يعني اللقاءات المحبوبة على قلبي معاك دائما طبعا. صحيح. ليه الشرف. ويا ما تقابلنا مع بعض، وكنا من أول ما بدأنا الخطة في 2016 تكليف سيادة الرئيس، وعلى طول متابعين مع بعض. الخطة كنا بادئين من 357 منطقة،
ب 200,000 وحده، عشان الرقم فعلا التقرير ذكر 240,000 وحده، فعلا الرقم صحيح، وكان الاول 200,000 بقى 240,000، عشان في بعض المناطق احنا يعني نقول ايه الطموح العمراني اللي احنا وصلنا له، عملنا منطقه اظهرت القبح العمراني اللي جنبها، لكن هي كانت امنه، ولكن اللي جنبها احنا زودنا شويه عليه وبدانا نطور فيه. يعني مثلا منطقه ابو السعود كانت مثلا 570 وحده، فال 570 وحده حولناهم ل 2000 وحده، غير المصانع في منطقه الروبيك، منطقه سور مجد العيون كله، احنا المنطقه ال 94 فدان مش 7 فدان بتاعت ابو سعود بقت كلها دخلت معانا في التطوير. منطقه نزله السمان كانت الاول سن العجوز، بقت نزله السمان، مناطق كتير من دي اضافت علينا وبتحولت من 200,000 وحده ل 240,000 وحده، لان احنا كنا قبل كده اتكلمنا عشان الناس بتقول احنا كنا فعلا المفروض ننتهي في نهايه 2020، واللي عطلنا مش احنا تعطلناش، احنا خطتنا كبرت، كان الاول وفينا بوعدنا، احنا منتهيين من 195,000 وحده ل 40,000 وحده اللي اضافوا علينا، هم دول خلال 6 شهور ان شاء الله احنا موجودين فيهم دول، اللي احنا بنتكلم في شهر 6 الجاي ان شاء الله عندنا مشروعات كتير جاهزه للافتتاح، عندنا يمكن تقريبا ما ذكرهمش ان دي لسه ما اتفتحتش، مشروع معا 4416 وحده، مشروع الخيال 2520 وحده، مشروع في مدينه السلام في ارض الانتاج الحربي 4800 وحده، مشروع اللي في حدائق اكتوبر 2500 وحده كمرحله، ومرحله ثانيه كمان لتحسين وجوده الحياه في مناطق اخرى برضو موجوده. عندنا في حلايب وشلاتين 2000 وحده، 1500 في حلايب و500 في شلاتين، عندنا في الجوبيل في جنوب سيناء، عندنا في الرويسات في جنوب سيناء، عندنا غردقه راس غارب سفاجه القصير، كل دي مشروعات جاهزه للتسكين ومشروعات جاهزه للافتتاح. جاهزه للتسكين يعني التسكين شغال دلوقتي في سفاجه وراس غارب والقصير والغردقه في الاربع مدن دول، وان شاء الله الشهر الجاي يكون مشروع كله انتهى بنسبه 100% في حلايب وشلاتين، مشروع معا منتهي، وان شاء الله دلوقتي بوزاره التضامن الاجتماعي عماله تفرش فيه بكثافات قويه جدا، يعني في خلال اسبوع كانوا مخلصين اكثر من 2500 وحده مفروشين. عندنا مرحله ثانيه استكمال مرحله ثانيه كتسكين بقى في المحروسه 2 اللي هو استكمال 1660 وحده في المحروسه 2. احنا رحنا محرك المحروسه 1، روح المحروسه 1 مع بعض، وشفنا الملاعب دلوقتي كلها والله شفنا الملاعب الخماسي، شفنا المدارس، شفنا الحضانات بالنسبه للاطفال، المحلات التجاريه او الورش المخصص ليها مكان للناس عشان لما تيجي وتعيش في المكان. ارجو حضرتك لينا مثلا الصوره هناك بقت عامله ازاي دلوقتي، والكلام ده كان من 3 سنين كان تصورنا مع حركة هناك. احنا لما بنروح باي وفد او اي حاجه بنلاقي في حركه حياه وناس تحرك، ايه ده انتوا لامين الناس؟ لا ده هو دي حياتهم العاديه خلاص بقى في حياه. لما الناس خدنا مثلا وفد من البرلمان المصري فراح لقى في هو الناس عايشه هنا فعلا بالكثافه دي، الولاد بيلعبوا في الشارع وبيجروا. أيوه. والله والله في واحد منهم قال لي حاجه حلوه جدا. شاف طفل بيجري كده وبيضحك وبيلعب بالعجله بتاعته، قال لي ضحكه الواد ده وجريته في الشارع بامان. أيوه. هي بالدنيا انا هلف وامشي. مجرد ان حس ان طفل عايش بامان. الامان هنا مش امان يعني من الخطف او نفسي. امان نفسي واجتماعي وامان صحي، ما ده اللي امان كتير قوي. اسمرات الولاد والبنات في ملعب الكوره والكاراتيه ده يسوى الدنيا. يعني احنا ده يسوى الدنيا والولاد، يعني والله بجد لما تقعد معاهم هناك، انا احيانا والله بروح اقعد معاهم هناك بحب عايز اريح نفسي شويه كده. الولاد شربات، الولاد تقعد معاهم، وعلى فكره الولاد دول خدوا بطوله الجمهوريه في في الكاراتيه والكونغ فو وكسبوا الانديه العريقه، على انديه عريقه. يعني والولاد دول اللي هم كانوا جايين من الدويقه ومن منشيه ناصر وما كانوش بيخرجوا من البيت، او اللي بيخرج من البيت بيلعب في الجبل او تحت الجبل في سفح الجبل، شيء الحياه كان غير ادمي. جواهم طاقه جباره، طاقه جباره، وبقولها مره والتانيه والتالته بقولها في كل حته، والله ان شاء الله بناء مصر الحديثه على ايد ولادنا الخارجين من الاماكن دي ان شاء الله. ان شاء الله هم دول اللي هيبنوا مصر، عكس زمان. احنا اللي كان بيبقى خامه سهله قوي في ايد انه يستقطب لتدمير بلده كان في بيطلع من الاماكن دي، كان بيبقى ناقم، كان بيبقى ناقم لرداءة الحياه. فعنده نقمه، انما ده شايف حياته رخيصه قوي، يقول لك انا عايش في غلبه وعذاب، لو خلصتها وخلصت منها خلاص. والزملاء يمكن جايبين ده في الاسمرات، يعني والله كل الولاد اللي احنا قابلناهم دول، وده كان يوم تمرين طبيعي بالنسبه لهم، الملعب الخماسي ده او ملعب كره القدم ده زي او يمكن افضل من النوادي العريقه اللي اشتراكاتها وصلت مليون جنيه او قربت على المليون جنيه، والله بدون مبالغه.
برضه الناس تروح هناك في النادي، في النادي اللي عاملاه وزاره الشباب والرياضه، النادي اللي في المنطقه الخدميه اللي بره. نادي حاجه قمه الشياكه، معمول هناك بحمام اولمبي بكل حاجه. انا عايز بس اقول للناس حاجه، بدعو اي حد ينزل بالكاميرا في اي وقت مفاجئ، انزل بالكاميرا بتاعتك في اي وقت مفاجئ، ما تستناش حد او ترتب مع حد انك نازل تصور، وشوف المنظر هناك والنظافه والاولاد في الملاعب والحاجات دي. ما حدش يرتب معانا حاجه، انزل واذا لقيت حاجه ابعت لنا نقد عليها. ما تقولش ان احنا مش عايزين نقول لحد ايه. لو النبي قول لنا انتوا حلوين. لا طيب، هل كل المشروعات اللي حصلت في او نفذها صندوق تطوير العشوائيات وفكره القضاء على العشوائيات الخطره ونقلهم في كل هذا العدد من مئات الالاف من الوحدات السكنيه، هل كلها في نفس بنفس المستوى؟ يعني هل الاسمرات زي بشائر الخير، زي غيط العنب، زي روت السيده، زي اللي موجود في حلايب وشلاتين ال 2500 وحده اللي في حلايب وشلاتين، ولا البعيد عن العين بعيد عن القلب؟ هجيب لك حلايب وشلاتين. حلايب وشلاتين احنا الناس هناك، اولا احنا بنيجي ندرس نعمل اي خطه لاي مشروع هناك، ندرس الطبيعه والبيئه اللي عايشين فيها. مين اهالينا اللي عايشين في حلايب وشلاتين؟ اهالينا بطريقه عايشين حياه بدويه، قبائل قبليه هناك. وما حدش حاجه اسمها ان انا ابني له عماره واسكنه في شقق. لا ما فيش. انا كده ببقى يعني ايه، بخرف بلدي كده يعني. اذا طبيعته ان هو بيسكنوا في بيت. طب طبيعه البيت نفسه ايه؟ اللي هو نظام القبب. البيت ممكن يبقى بنايته مش كبيره بس حوشه كبير. صح، هو بيحب الحوش الكبير ده. هو كمان واحنا دارسين بيقول لك ايه، انا ما احب فيش حاجه اسمها عادات وبتاخدهم، الحمام بابه ما يفتحش على الصاله بتاعتهم او البيت جوه، الحمام يفتح على الحوش اللي بره ده. عملنا لهم كده، الحمام يفتح على الحوش، باب الحمام بتاع الحوش ما يفتحش على باب على باب اللي هو بينام فيه جوه. يعني ما يفتحش في اتجاه الاوض، يفتح في اتجاه الحوش اللي هو بره دي، الجنينه بتاعته اللي هو فده تم مراعاته كده واتعمل كده، هو بيحب كده المواطن هناك، عباره عن فيلل. طيب جينا في بحر الاحمر، بحر الاحمر وجنوب سيناء. طب الناس برضو بيعيشوا بيعملوا برضو بيحبوا البيت بس الحوش مش كبير، البيت البنايه نفسها اكبر، فعملنا لهم برضو نظام فيلل بس بحوش. طب هو برضو لما درسنا الراجل ده لما يجي يجوز ابنه بيبني له عشه جنبه، يا دور لو بيته يستحمل يبني له دور. طب احنا عملنا عشان نتقي شر التحويل العشوائيات، البنايه اللي بنيناها له بيت منفصل، ما بيسكنش هو مع جار، لا بيسكن لوحده. وفي عمارات على فكره، في منطقه اتبنى لها عمارات ومنطقه اتبنى لها بيوت منفصله فيلل كده. طب هو بنينا له البيت اساسات تتحمل ثلاث ادوار، يعني ممكن يطلع بدور واتنين لو احتاج مستقبلا لحد من اولاده، يعني حد من اولاده. والتراخيص والتصميمات بتاعه الدورين الموجودين دول موجوده في مجلس المدينه، يروح بس ياخدهم وينفذ عليهم وخلاص. ممتاز. اذا فاحنا بنقول ما تحاولش تعمل حاجه غلط. ولما عملناها له عملنا له فيه حدائق وقعده، هو بيحب القعده وبيحب دايما يعني ايه يقعد في الجنينه كده الشمس او حته لاندسكيب كويس قوي، مجمع ملاعب، مجمع خدمي، كل حاجه بنعملها بنشوف احتياجات الناس ايه. في مناطق عملناها مثلا زي مشروع روض السيده، ما عملناش فيه مدرسه ولا مجمع خدمي، عملنا محلات في البتاع لان المساحه كانت ضيقه، وفي نفس الوقت السكان معتمدين على الخدمات الموجوده في المنطقه، لان دي منطقه بالفعل هي عايشه، منطقه عايشه خدماتها التعليميه والصحيه حواليها. يعني عملنا روضه السيده 2 اللي هي منطقه طيبه، بدانا فيها رغم انها كانت امنه، مش امن، لا ده هي مش مسجله في عدم الامان، لكن خلاص التطوير العمراني بدا ايه. بدانا زي ما كان الاول بيقول ان العشوائيات فيروس وانتشر، لا التطوير شعاعه بينتشر. طب خليني استاذن حضرتك نخرج لفاصل ونشوف. طب بما اننا خلاص الحمد لله بنسبه يعني ما يقرب 100% تم الانتهاء من العشوائيات الخطره اللي كانت موجوده في مصر، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ العشوائيات العاديه اللي بنشوفها في حوالينا في مناطق كتير للاسف وانتشر بشكل كبير، هل دي كمان هيطولها التطوير ولا لا؟ السؤال هنحاول نطرحه ان شاء الله بعد الفاصل على المهندس خالد صديق. ارجوكم خليكم معانا. برحب بحضراتكم مرة تانية، ولقائنا مستمر مع المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات. برحب بحضرتك مرة أخرى. أهلا بيك. والحقيقة يعني كون إن 30/6 يعني بعد أيام قليلة تكون القاهرة تقريبا يعني بنسبة 100% المناطق الخطرة العشوائية الخطرة انتهت، الجيزة المناطق العشوائية الخطرة فيها انتهت، اسكندرية، المحافظات الأخرى، فده مجهود عظيم كان لازم نقول لكم عليه شكرا الحقيقة يا باشمهندس خالد. ومحتاج اعرف من حضرتك بعد الانتهاء بقى من العشوائيات الخطره والقضاء عليها تماما، اللي تحت السلك تحت جبل ويقع عليه صخره ده كده خلاص انتهى،
نروح للعشوائيات بصفة عامة، أو دور الصندوق هيبقى إيه؟ احنا الخطة الرئيسية بتاعتنا احنا ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول اللي هو الغير آمن اللي احنا إن شاء الله هنقضي عليه خلاص، الغير مخطط والأسواق العشوائية. الغير مخطط زي ما التقرير ذكر كده ان احنا عندنا حوالي في 427 مدينه، فيهم 400 مساحتهم 417 الف فدان. انا بتكلم على المدن، المدن والحياه كريمه للقرى ليها خطتها مع وزاره التنميه المحليه ووزاره الاسكان. 417 الف فدان دول منهم 160 الف فدان كان الاول تقريبا 152 160 الف فدان عشان في مدن جديده اضافت على الأحوزة العمرانية، وبقى بقينا 160 ألف فدان غير مخطط. 160 ألف فدان غير مخطط، آه يعني ببساطة يعني 40% اللي هي المناطق اللي بتطلع فيها أبراج وشوارع صغيرة وتلاقي الشوارع داخلة بتلف حوالين بعضها ومفيش مية صرف صحي كهرباء طرق أو فيها، بس الكثافات السكانية أعلى من الطاقة الاستيعابية لهذه الشبكات. طب ده مثلا بنشوف النماذج دي، مثلا تخيل حضرتك في حي زي فيصل، هل ينطبق عليه او هو ضمن ال 160 الف؟ احنا شغالين في اماكن في فيصل، في الهرم بولاق الدكرور، شغالين في الاماكن دي في الغير مخطط. مثال على منطقه ازمه الهجانه اللي سياده الرئيس نزل فيها بنفسه. مظبوط، في مدينه هو نفس المثال للغير مخطط حقيقي. ابراج عاليه وطالعه، والبيوت يعني 14 دور لازقه بعضها، هي امنه ولكنها غير مخططة. هنا بنوصل لمرحلة إيه؟ اكتفاءها من احتياجات الحياة الأساسية منها، اللي هي شبكات مية، صرف صحي، كهرباء، طرق، فدي اللي بنشتغل عليها، وإنارة وشبكات حريق، وفتح محاور طرق في حالة اللي مش موجودة محاور طرق. دي الخطة بتاعتنا، ودي بدراستنا لأنها هتتكلف حوالي 318 مليار جنيه. 318 مليار جنيه عشان تطوير ال 160 ألف فدان دول. دي محطوط لها خطة لرؤية 2030 إن شاء الله نكون قاضينا عليها، لأن طبعا المبلغ كبير والأعمال كتير جدا، وما نقدرش نفتح في كل الوقت الواحد عشان الميزانية كبيرة جدا، وفي نفس الوقت الأعمال ما نقدرش يعني إيه، لازم في خطة شوية، ما نقدرش كل شوارع تتكسر مرة واحدة والناس تلاقي نفسها مش عارفة تتحرك في الحياة، حياتهم بتتقفل عليها. فبنحط خطة لينا بحيث إن مثلا نعمل نسبة السنة دي مثلا كذا 3% 5% 6% لغاية ما نوصل في الآخر 100% في 2030. يعني المناطق العشوائية اللي هي غير مخططة وبنلاقيها في الجيزة، طبعا في القاهرة والجيزة والقليوبية بشكل، واسكندرية، هم احنا عندنا 27 محافظة فيهم، مفيش محافظة ما فيهاش، مفيش محافظة ما فيهاش غير مخططة عشوائية غير مخططة، مفيش العشوائيات في كل حتة في المحافظات كلها. شرم الشيخ فيها، شرم الشيخ يعني او جنوب سيناء عامه يعني فيها يعني لما الطور وبتاع شرم الشيخ فيها اماكن، شرم الشيخ فيها منطقه الرويسات غير امن كمان، مش غير مخطط، ده غير امن كمان يعني. فكل المحافظات فيها يعني، بس نقول مثلا ايه، القاهره فيها حوالي 19000 فدان، الجيزه 15000 فدان، اسكندريه 17000 فدان، القليوبيه 9000 فدان. القاهره بالترتيب، القاهره جيزه قليوبيه مثلا، القاهرة اسكندرية جيزة قليوبية، القاهرة اسكندرية جيزة قليوبية، أقلهم بورسعيد 126 فدان بس. ممكن بس هل تطوير المناطق العشوائية بقى هيسير في كل بوتيرة واحدة، ولا هيتم التركيز مثلا مع محافظة أكثر انتشارا للعشوائيات فيها؟ كله عندنا سواسية، كله عندنا هتفتحوا في الكل، هنفتح في الكل، وكل محافظة ليها نسبتها في السنة هتتعمل إن شاء الله الأعمال فيها. ويعني احنا يعني في اتفاقية ماضيينها مع شمال سيناء، هنشتغل في شمال سيناء ان شاء الله، وفي اتفاقيه مع انا موجوده برضو، الاتفاقيه دي مع انا وهنشتغل فيها ان شاء الله. كل الحاجات دي موجوده وشغالين فيها، شغالين في الجيزه، شغالين في اسكندريه، وفي حاجات وشغالين في المنيا، الوادي الجديد، في الوادي الجديد مشروبيه غيص هناك شغالين فيها، وخلصت كمان. خلصت حضرتك حافظ اسماء العشوائيه؟ انا حافظ يعني، بص احنا يعني ايه، هو انا الواحد محترف خلاص، هي دي محترف، مهنه معينه محترف مش هاوي، فلازم دي شغلتي الاساسيه والرئيسيه دلوقتي، ما عنديش غيرها دلوقتي ان انا احفظها، ما هي لازم اكون حافظها، لازم اكون حافظ الارقام عشان اتخاذ القرار الصحيح ياتي من المعلومه الصحيحه والذاكره القويه. لازم يكون في ذاكره قويه، لان القرار بيتاخد على ذاكره قويه طبعا، انت دارس وعارف وفاكر الموقف ده اتحل ازاي وخبره السنين. طيب احنا كنا تابعنا التصوير الجوي اللي كان حصل في محافظه القليوبيه كده، وشفنا الصوره من الجو وشفنا الغابه الخاصه بيها، يمكن اهي موجوده الزملاء جايبينها لنا، يمكن لو هي وكان التصوير الجوي ليها غابه من الطوب الاحمر، دي منطقه غير مخططه. حضرتك هتتصرف مع
منطقه عشوائيه زي دي ازاي؟ احنا ما كناش شايفين فيها شوارع. حضرتك هتدخل تعمل ايه فيها؟ هنا هنشوف الاول، بندرس كل حاجه، كل حاله بحالتها. هل هنا نحتاج نفتح محاور طرق؟ اهي قدامنا اهي الصوره، يعني مكان زي ده حضرتك لما تدخل تتعامل معاه هتعمل ايه؟ ده انت محتاج تهد عشان تفتح محاور بس. اكيد هنهد، زي مثلا ما بيحصل مثلا في منطقه الهجانه في محاور طرق بتفتح، فيها اماكن كتير بتفتح محاور طرق ليها، وبنعوض الناس عشان بس تبقى عارفه. هو ما فيش حد هيخرج من مكانه غير على مكان تاني افضل. طب فكره التعويض يا فندم، يعني ممكن حد يقول ايه؟ انا باخد على الاوضه 20-30 ألف جنيه، طب ما انا لما عندي شقه 3 اوض انا شاريها مثلا ب 400 ألف، لما اخد لي ده مش هيجازي معايا اروح لمكان تاني. بتتعاملوا مع القصه دي ازاي؟ الموضوع بيدرس بطريقه عادله جدا. انت راجل شاغل ومستاجر غير وانت مالك. لو انت مالك، ثمن الوحده كام؟ سعرها السوقي كام؟ هنعوضك بيها سعرها السوقي. مش ثمن مش بالاوضه يعني. بالاوضه دي مثلا للشاغل في مثلث ماسبيرو، الناس كلهم مستاجرين وحتى كمان كان في ناس عليها احكام بالطرد. خدوا كام على الغرفه؟ 60 ألف جنيه. 60 ألف جنيه على الغرفه، يعني عنده اوضتين وصاله، الصاله معتبره غرفه. اوضتين وصاله يعني كام؟ 180 ألف جنيه. 180 ألف بلس 40 ألف جنيه. دعم اجتماعي بقى 220 ألف جنيه. اللي كان ساعتها الشقه في الاسكان الاجتماعي كاش ب 174 ألف جنيه. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ ادينا لك ما هو اكثر من قيمه الشقه اللي بتعملها الدوله بتديها اسكان اجتماعي. وانت لو خدتها ودفعت 25 ألف جنيه او 5 ألف جنيه المقدم بتاع الاسكان الاجتماعي وحطيت الباقي في البنك، هيجيب لك ايجار. وعلى فكره الموضوع هنا بقى اختياري، ما فيش مره بنقول ما بنقولش لحد ايه، لا انت هتاخد تعويض مادي وما عندناش اختيار غيره. لا، عندنا اختيارات. اول اختيار فيهم العوده لنفس المنطقه او استلام شقه في وحده مكان اخر، زي ما احنا شفنا ده في ماسبيرو مع حضرتك. والابراج ما شاء الله النهارده، يعني احنا كنا واقفين على 11 يمكن، يعني لا احنا ساعتها كنا في الدور الثامن لما صورنا دلوقتي لا احنا في ال 14 وال 15 حاجه، 15 كمان يعني شكلها تفرح. والناس حتى بتقول معقوله، لما كنت برضه في غزه الناس بتقول معقوله بتاعت ماسبيرو دي الناس هي اللي هتروح؟ يعني في ناس راحوا المكان ده قبل كده وعارفينه يعني. بيقولوا معقوله الناس هترجع تسكن في الابراج دي؟ هم اللي رجعوا يسكنوا في الابراج دي، واحنا موثقين معاهم حقهم في ذلك قبل خروجهم من وحدتهم القديمه. يعني مش هيجي قبل الاستلام او لما الابراج تخلص مش هيجي هيقول طب لا ده احتمال نعوضكم في مكان تاني؟ لا خالص، احنا خلاص بقينا يعني الكلمه بتطلع مننا ميثاق، بقت الكلمه اللي هي وعدنا بيها الناس. واحنا معدنا اصل احنا قعدنا مع الناس في مثلث زيرو كل المشروعات، بنقعد معاهم بنفسي والله، بقعد معاهم في المشروعات وبنقعد والناس اخر كرم عزمونا مره على الفطار ومره على السحور، ونقعد نتكلم معاهم ونقعد نشوف انتوا عايزين ايه؟ عايزين 1 2 4. طب تعرف تعمل لنا كذا؟ لا. تحاول؟ لا، هي صعبه تتنفذ دي، مش هينفع اوعدك. اللي هيطلع مني هو ده الوعد، وده فعلا اللي طلع مننا هو ده الوعد اللي نفذناه للناس. جميع المشروعات كده، الدوله دلوقتي بقت ماشيه. طب هديك مثال، المشروع بتاع راس البر، عمارات على النيل في اغلى مكان في راس البر على النيل على طول، يعني يا دوبك احنا عملنا لهم كورنيش وممشى قدام العمارات دي، والناس سكنت وخلاص عاشت في مكان المتر فيه بيساوي عشرات الالوف من الجنيهات. مش 10,000 او 20,000 او 30,000، لا طبعا كتير. مش عايز اتكلم على اسعار عشان ما يقولش ده بيقول اسعار، لا عشرات. هل استخسرنا في تسكين الناس في فيو نيل؟ دوله الرئيس بنفسه هو بيمر على المشروع ووقف كده انبسط وقال انا فرحان ان الناس هتقف في البلكونه تبص على المنظر ده وتعيش. كان ممكن في وقت تاني في عصور سابقه يقول ممكن ناخد الارض بتطرح في اي حاجه استثمار ويتم تعويضهم في مكان تاني غلط، كان زمان. لكن دلوقتي احنا المكلفين بيه اللي هي ازاي نرتقي بالناس ونسعد الناس، ده اللي احنا مكلفين بيه تقريبا يعني. واحنا بنحتفل بالقضاء على العشوائيات الخطره او الغير امنه، تقريبا صرفنا قد ايه في ده؟ الدوله صرفت قد ايه؟ احنا صارفين 32 مليار جنيه وهنوصل ل 40 مليار. المشروعات الباقيه اللي احنا خلصنا الشهر الجاي، عندنا مشروع مثلث ماسبيرو ان شاء الله ده هينتهي في شهر 12 في ديسمبر، بس ما فيش منطقه غير امنه. الناس خلاص مأمنين، اللي واخد فلوسه واللي ساكن بره الحاجه ومؤجر بره على حساب الدوله لغايه ما يرجع تاني، ده ما فيش منطقه غير امنه.
فعندنا المشروع ده، ومشروع تاني فيه العبور جديدة كمرحلة جديدة اضافت علينا في الأعمال عشان الحتة بتاعت سور مجرى العيون والأماكن الجديدة اللي ظهرت عندنا في العدد. صرفين دلوقتي 32 مليار جنيه، فبقية المشروعات اللي هي زي معن و وكل ده هنكمل ال 8 مليار جنيه عشان يبقى 40 مليار جنيه. صرفنا 32 مليار، 40 مليار جنيه. لو عملنا مقارنة بسيطة قوي اللي هو مصر فين سابقا وفين دلوقتي، الصندوق انشئ 2008 سنة 2008 ل 2014 صرفين 652 مليون جنيه. 652 مليون جنيه، مليون من 2008 ل 2014. طيب من 2014 لدلوقتي اللي هو 32 مليار جنيه على الغير امن، يعني وكله هيبقى حوالي 40 مليار. 40 مليار جنيه ده من 2014. شوف الفرق بقى من 6 سنين دول وال6 سنين دول. طبعا 6 سنين يتصرف فيهم نص مليار تقريبا. نص مليار في 6 سنين و40 مليار في 6 سنين، 80 ضعف. قول فرق سعر الصرف في قبل يعني 2014 اضرب في 4، مع انه يضرب في 2 بس اضرب في 4، يبقى بنتكلم مثلا في 2 مليار مقابل 40 مليار. وترجم في كام؟ 100 ألف وحدة سكنية ولا كام مليون وحدة سكنية تم توفيرها؟ احنا أكيد يعني أضعف. فالدنيا يعني ده يعني مؤشر بيبين اهتمام الدولة بتطوير عشان ده، غير بقى مبادرة سيادة الرئيس اللي هي الأقوى والأهم من ده كله. حياة كريمة أكيد. غير حياة كريمة بقى اللي هي تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية. دي لوحدها هتكلف 250 مليار جنيه ب 500 ألف وحدة. دي عايزة موضوع تاني بقى. طب احنا أساسا حضرتك محتاجين لدي نعملها لقاء، لأن عواصم المحافظات وعواصم المدن دي أكيد بتمس بقى كتير من الناس اللي مش عشوائيات بس، ده احنا بنشتغل في جميع المحاور. كويس. يعني جميع متطلبات الناس. تمام. اللي جوه هنعملها. يعني أرجو من حضرتك تكون تسمح لنا يعني وتشرفنا بلقاء قريب نناقش فيه الكلام المهم إن شاء الله. متشكر جدا وألف مبروك مرة تانية لحضرتك وكل من عمل في إطار القضاء على العشوائيات غير الأمنة أو العشوائيات الخطرة. مهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، شكرا جزيلا سيادتك. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا موصول لحضراتكم وتصبحوا على ألف خير. إلى اللقاء.